العيد القومي رقم 48 لمحافظة السويس. محافظة السويس اللي هي صاحبة واحدة من أهم المسارات النضالية، أو صاحبة التاريخ النضالي الفدائي العظيم في تاريخنا المصري بل وفي تاريخنا العربي. محافظة امتلأت بالفدائيين، محافظة امتلأت بالأبطال، محافظة جوه كل بيت فيها حكاية حقيقية، يعني على طبقا للمسمى بتاع حكاية ورا كل باب، أو حكاية ورا كل باب دي تنطبق بشكل كامل وحقيقي عن السويس. السويس كلهم دون استثناء هذا الجيل كان جيل فدائي زي ما الكتاب بيقول، كل واحد فيهم ليه ملحمته الخاصة بالمناسبة، ودي حاجة مهمة جدا. ودايما أنا كان يشغل بالي طول الوقت والله العظيم السويسة بالتحديد وبقيت مدن القناة الإسماعيلوية وأهل بورسعيد، الناس دي جايبة القلب ده منين؟ كل بلد في البلدان الثلاثة المحافظات الثلاثة مواطنين هذه المحافظات قلب معمول من حديد وإصرار غير طبيعي. خلونا بالمناسبة نشوف التقرير اللي جاي، وهو تقرير سويسي بامتياز. غني يا سمسمية لرصاص البندقية والكل إيد قوية حضنا زنودها المدافع، وغني للمدافع وللي وراها بيدافع، ووصي عبد الشافع يضرب في الطلقة 100. بالكلمات دي وبآلة السمسمية يا سادة يا كرام كانت هذه الآلة العظيمة اللي تقدمت بيها وقدمت بيها فرقة أولاد الأرض أغانيهم أثناء حرب الاستنزاف، واستطاع من خلالها كابتن غزالي واحد من رموز المقاومة الشعبية في السويس واللي صنعوا تراثنا الثقافي والأدبي والغنائي والملحمي من نبض المقاومة على أرض السويس. شوف التقرير. هم أولاد الأرض والوتر، أبناء المقاومة والنغم، الذين لملموا جراح الهزيمة من أول يوم في خنادق السويس لتنطلق صيحات المقاومة حتى النصر. هي الفرقة التي نبتت في أرض مخضبة بالكرامة، بلاد الغريب، وانطلقت إلى ربوع مصر تشحذ الهمم وتحشد القوى لنصر أكتوبر. غني يا سمسمية لرصاص البندقية والكل إيد قوية حضنا زنودها المدافع، غني للمدافع وللي وراها بيدافع. من أبنود بصعيد مصر جاء الكابتن غزالي إلى السويس موظفا في الصحة، لمع في أوساط المصارعة واكتسب منها لقبه الأثير الكابتن، لكن طلقات الرصاص وغارات المعتدين وجلسات الخنادق حولته إلى شاعر متفرد يقاوم بالكلمة ويقود رفاقه لصنع أناشيد الأمل. فقاد فرقة أولاد الأرض على أنغام السمسمية إلى صنع رصيد تخطى 500 أغنية، طافت كلماته دروب السويس تترصد المعتدي وترمم أرواح الفدائيين وسط المعارك. خلي ديهم يا بلدنا لما نصرك يبقى عيد، علي محرم ابن قلبك مصطفى وأخوك سعيد، خلي ديهم يا بلدنا، خلي ديهم يا بلدنا وإيد منهم نور صباحك، خلي دوكي هم قبله لجل ما تعود البراحك، إبراهيم سليمان وأشرف، أحمد أبو هاشم فأشرف، ملحمة والمولى حافظ، مدهتك فايز يا حافظ، والسويس أدان ومدنة، خلي ديهم يا بلدنا. حققت فرقة أولاد الأرض شهرة تخطت الآفاق، احتفى بها شعراء كبار مثل محمود درويش وزين العابدين فؤاد وفؤاد حداد، وغنى معها مطربون عمالقة منهم محمد حمام وفيدة كامل ومحمد أنديل، باتت عنواناً للنغم المقاوم والحناجر الأبية.